مساء الخير ضيفه على ما استفهام لهذا المساء الأستاذ عرفان نظام الدين الصحفي والكاتب السياسي. نحاول خلال هذا البرنامج على مدى 50 دقيقة من الأسئلة حول تلك المقارنة ما بين الماضي والحاضر. يخيل إلينا بعض الشيء وخصوصا بعد كل أحداث الربيع العربي أن هذا العالم بدون تاريخ وبدون ذاكرة، وأن كل ما نشاهده حاليا وكأنه حدث اليوم ليس له علاقة بتراث وبتراكمات وبذكريات وبتجارب كانت سابقة. سنحاول مع الأستاذ عرفان نظام الدين أن نخوض في هذه المغامرة عبر هذه المقارنة ما بين اليوم والأمس، عبر استعادة بعض الشخصيات التي التقاها الأستاذ عرفان نظام الدين، كان له مواقف وكان سمع منهم أيضا مواقف. أستاذ عرفان نظام الدين أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. طبعا أنا من فترة يعرف المشاهد عندما تناولنا كتابك، وهو طبعا سيرة لك حول يعني حياتك المهنية والشخصية أيضا، وكان هذا يعني الكتاب يخترق الزمن ويخترق الحدود والدول ويخترق أيضا الشخصيات ويخترق المهن، تلك المهن الكبرى الغامض اللي هي مهنة الصحافي. استوقفني كثير من زوايا في الكتاب تتحدث فيها عن لقاءاتك بشخصيات معينة كانت صاحبة قرار أو صاحبة ثقافة أو صاحبة فن وموسيقى، وطبعا إضافة إلى شخصيات في الصحافة. عندما تعيش هذه الأيام حاليا تشاهد هذا الربيع العربي أو على الأقل هذا الخريف العربي، كيف يمكن أن نصفه نترك المشاهد الحكم، هل تعتبر أنه كنا نعيش في زمن فيه الخير فيها الجودة فيه النور، أصبحنا نعيش في زمن فيه كثير من الرمادية؟ أكيد نحن اليوم نعيش يعني في عملية هبوط كامل في كل المستويات، من السياسة إلى الأدب إلى الفن إلى الإعلام. العصر الذهبي أو العصر الذي كنا نعيش فيه وعايشناه على مدى طويل، عندما نعود إليه، وجيد أنه يعني نبحث هذا الموضوع لسبب أنه يجب أن نعرف اليوم أنه أين الخلل الحقيقة. يعني رغم كل ما كان يقال عن الزعامات العربية والقيادات التي كانت حاكمة، وأيضا بالنسبة للأدب والفن، عندما نتحدث اليوم عن ما يجري، يجب أن نعرف الكثير عن هذه الشخصيات التي كانت يعني تغني حياتنا، رغم أنه يعني كثير من الانتقادات والسلبيات. يعني أنا المأخذ يعني رغم أنه في علم السياسي قد يعتبر البعض أنه كل ما يحدث حاليا مسؤول عنه هو هذه الشخصيات التي تريد أن تتحدث، التي كانت زعماء وملوك ومراء. أنا لا أحملهم المسؤولية الكاملة، لكن المسؤولية هي الجشع في شهوة السلطة وشهوة المال، يعني الفساد اللي استشرى وشهوة السلطة. أنه الإنسان، طيب أنا إذا بتريد نفصل بعد قليل على كل شخصية شخصيته، المشكلة أنه كان في عندك يعني أنه الزعامات اللي حكمت العالم العربي الفترة السابقة من الخمسينات إلى نهايات القرن الماضي، كان يجمعها أنه الحقيقة كانت محبة لوطنها وكانت وطنية وكانت أيضا عروبية، وكانت الشعوب أيضا لها شعور قومي عربي يعني وطني، في تحب وطنها لكن كانت عندها شعور عربي. يعني كان إذا صفع عربي في الجزائر كنا نتحرك في كل العالم العربي وكان نقف، إذا كان اعتدي على دولة كان كل العالم العربي، كل القيادات، حتى القيادات كان يعني كما في الفن والأدب في شخصيات درجة أولى وفي شخصيات كانت الثانوية الثانية أو الثالثة. أيضا كانت حكماء العرب كان المستشارين أو مساعدين كانوا يقوموا بدور، يعني أولا لما يكون في خلافات الحكماء يتحركوا لإصلاح، يكون يصير في أزمات. حتى ندخل في الأمثلة في الشخصيات التي لافتك في هذا المجال، يعني في التقيت بها وسمعتها، يعني لنتكلم عن الملك حسين مثلا عاهل الأردن. كان الملك حسين ما في شك أنه من لا شيء عمل دور للأردن ولنفسه، بنى دولة، الحقيقة دولة عريقة. وفي كان يقوم بدور كبير، يعني لا ننسى أنه قبل الحرب بحزيران وكان في خلاف مع الملك مع الرئيس عبد الناصر، ركب طيارة بنفسه وراح وصالح وعمل اتفاق دفاع مشترك، يمكن كان خطأ في هذه الأيام، لكن كان في هالروحية التضامنية. مثلا الملك فيصل بن عبد العزيز ما في شك أنه كان عنده إخلاص لموضوع
عروبته وموضوع وطنيته بأنه استخدم سلاح النفط. وكان أنا أذكر في عندما قدمت له كتاب القدس قال لي الله يرحمه أنا أحسدك لأنك صليت في المسجد الأقصى وتحت قبة الصخرة. قلت له ليش؟ قال لي لأنه هذا أنا حلم حياتي أن لا أموت إلا أن تحرر فلسطين. وقتل أنا أعتقد بهذا السبب، يعني رغم أنه أمير اللي قتله، لكن أنا من خلال بحثي وضعته في الكتاب، يعني كان عملية غسل دماغ لهذا الشخص. ولذلك تم هي مؤامرة، وكان في صديقة يهودية، وقصة تحتاج إلى بحث يعني، لكن تعتبر أنه اغتياله سياسي ليس اغتيالي. أعتقد ذلك لأنه كيسنجر كان يكرهه جدا، وطبعا قال وقت كلمته الشهيرة بدي يشربهم بترولهم، وكان يكرهه للملك فيصل. طبعا من بعده جاء الملك، يعني الملك عبد العزيز كان حقيقة يقوم يعني دوره كبير، أنه أولاده كل واحد له، يعني مثلا الملك خالد كان مشهور بطوبته اسمه وجه الخير، الملك فهد صاحب الحسم والحلم، كان قراراته في موضوع تحرير الكويت في مواضيع كثيرة قرارات سريعة، الملك عبد الله بن العزيز معروف بعروبته، مبادراته ودعمه للفلسطينيين، عملية حماس وفتح المصالحة التي لم تتم، وكثير من الأمور، وأيضا للحوار الإسلامي المسيحي. بالنسبة للرؤساء التانية مثلا رئيس بورقيبة المجاهد الأكبر كان عاشق تونس، كان يعني وطني جدا، وكان بنى تونس الحديثة ما في شك. لكن المشكلة في الرؤساء، أنا أيضا قابلت بن علي عندما جاء إلى الحكم ما في شك أنه قام بدور كبير، لأنه كان في مشكلة، كان بآخر عهد بورقيبة تونس يعني تدهورت وصار في مشاكل في الاضطرابات، وكان في صعود عملية النهضة، حزب النهضة الإسلامي، وكان ممكن يكون في أحداث دامية. لكن مشكلة سأتكلم أيضا عن الرئيس مبارك. الرئيس مبارك عندما جاء إلى الحكم لا شك أنه كان في أولا كان في أكثر من 1000 معتقل سياسي أطلقهم، كان عاد الجامعة العربية، عادت مصر إلى الأمة العربية، في موضوع الإسرائيلي أصر على تحرير كل الأراضي. لكن كلهم يجمعون شيء أنه البقاء في الحكم لفترة طويلة، ما في تداول السلطة، ما في حرية، وما في ديمقراطية. طب في كل هذه الشخصيات عندما تتكلم عن الملك فيصل أو الملك أو حتى عن بورقيبة، أو يعني كل هذه الشخصيات كانت متناقضة فيما بينها. بورقيبة كان على خلاف عبد الناصر، الملك فيصل كان على خلاف مع عبد الناصر. طبعا لا نتكلم عن شخصيات أخرى. هل إلى هذه الدرجة تعتبر أن هذا الزمن هو زمن شخصاني ليس زمن مؤسسات؟ تختلف السياسة السعودية ما بين شخصية وأخرى؟ أكيد لكل شيخ طريقة، يعني كل رئيس وكل ملك وكل زعيم له طريقة وأسلوب، ورجال لكل دولة رجال. ففي كثير من الأمور اللي كانت صحيح أنه كانت شخصية كمان في الماضي، بس كان أيضا في يعني كان في تحرك. مثلا الملك الحسن الثاني كان حكيم جدا، وكان ايضا للمغرب، بنى في المغرب، والمغرب بلد متقدم جدا يعني. ولكن كان مثلا كل القمم العربيه عقدت في المغرب، وكان حريص على انه كل قمه تعقد في مدينه حتى تاخذ اسمه، قمه الرباط، قمه فاس، قمه مراكش. وايضا كان يعني هو رئيس لجنه القدس، والقمه الاسلاميه التي انشئت فيها منظمه المؤتمر الاسلامي عقدت في، واعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كان عقدت في قمة الرباط. فكان دائما ما قطعوا خيط معاوية، شعرة معاوية الزعامات العربية الماضية. يعني كان في حكماء إلى جانب هؤلاء الملوك، يعني كان في محمود رياض أمين عام الجامعة العربية وكان وزير خارجية، كان في الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني بقطر كان دوره كبير، كان في عندك عبد العزيز حسين بالكويت، كان في احمد خليفه السويدي بالامارات، محمد احمد نعمان كان رئيس وزراء. شخصيات الظل، شخصيات الظل، لكن كانت حكماء العرب كانوا يروحوا. يعني من الطرفه مثلا احمد نعمان كان شهير بسياسي محنك واديب. ففي عهد لما صار الانقلاب ومصر تورطت في اليمن، وهذا بسببها صارت هزيمة حزيران، كانوا مع عبد الناصر أكثرهم، ثم اعتقلهم عبد الناصر في القاهرة.
وكان يريد أن يذهبوا إلى تواليت الحمام كان يمنعهم الحارس، فأصدر الشعار الشهير هو كنا نطالب بحق القول فصرنا نطالب بحق البول. فأيضا في عندك بالسعودية كان في الشيخ عبد العزيز تويجري يعني حكيم العرب أيضا كان يقوم بدور كبير أيضا في الداخل في العلاقات العربية والخارجية، وأيضا في عملية يعني مجلسه كان يضم كل المثقفين من اليسار أقصى اليسار إلى اليمين. كان في يعني استطاع أن يجلب أستاذ محمد حسنين هيكل اللي يكتب مقدمة لكتابه عن الملك عبد العزيز، والذي قال إن الوحدة العربية الوحيدة التي بقيت صامدة هي وحدة المملكة العربية السعودية بقيادة عبد العزيز، وسمى عندها عاشق ملكي للشيخ تويجري. فهذه يعني هذه الشخصيات كان دائما أي خلاف يصير كان لا يصل إلى حد القطيعة النهائية. عرفت أيضا الشيخ زايد في الإمارات أي تجربة؟ الشيخ زايد أيضا الشيخ زايد بن سلطان طبعا لم يتخرج من جامعة ولا من أكسفورد ولا من، لكن كان أيضا حكيم العرب، وكان يعني عندما تجلس إليه كان يتكلم ببساطة جدا لكن بالفعل كان كأنه عم يكلمك في عملية الحاضر والمستقبل وكيف بناء الاقتصاد. وبنى أيضا يعني أبو ظبي أولا والإمارات ما في شك أنه تجربة ناجحة جدا، وكان عنده حماس في عملية يعني لما صارت أزمات مثلا الحروب أو شيء كان يقف بقوة بدعمه. أيضا الشيخ سعد رئيس وزراء الكويت ولي العهد السابق الله يرحمه لما صارت إيلول الأسود بين الأردن والفلسطينيين الحرب الطاحنة راح ذهب إلى الأردن وأخرج ياسر عرفات بعباءته، لبسوا عباءته وأخرجوا من الأردن. كان في مبادرات، لكن كما ذكرت لك المشكلة إنه يبقوا في الحكم طويلا. مثل مبارك يعني كان مريض وكان عنده كانسر وكان عنده مشاكل ابنه وزوجته وبده يقعد بالحكم ويورث. طيب لو كان ذهب كان هلأ اليوم بطل تاريخي. بورقيبة ما في شكل هلأ محترم هو، لكن لو بقي في ذهب وجلس في بيته كان ما في شك قدوة، مثل سوار الذهب اللواء المشير سوار الذهب عبد الرحمن سوار الذهب في السودان. عندما قامت ثورة رجب في السودان جلس صار رئيس جمهورية ثم قدم الحكم لنظام ديمقراطي وأصبح اليوم رمزا من رموز السودان. أيضا في مشكلة كان عند بعض الزعامات العربية إنها ما تسمع إلا ما البطانة، وأنا بقول إنه من خلال كل ما جرى في أحاديث ولقاءات وبعض العلاقات الشخصية مع الزعامات إنه البطانة أسوأ من الزعيم، لأنه دائما تحصره تسكر عليه. بس أنا بهمني أستاذ فاسدة هي، وأيضا عفوا هي لا تعطيه إلا الخبر اللي بيبسطه بنافقه. يعني بعطيك مثل، أنا صغير بس في الجزائر أنا قابلت الرئيس الشاذلي بن جديد وسألته سؤال على نمو الحركة الإسلامية، وأيضا قلت له أنا شفت شوارع الجزائر مجموعات كبيرة من الشباب اسمهم بسموهم ميريست يعني الحيطيست. طيب هدول ممكن يكونوا؟ قال لي لا ابدا، هذا كلام انتم المشرقيين بتحكوا كذا. بعد عده اشهر صارت موضوع جبهه الانقاذ وصار المشاكل الحروب والاضطرابات اللي صارت الدمويه في الجزائر. وايضا الرئيس محمد بوضياف الله يرحمه مناضل كبير جزائري قابلته، وكان يعني في خلال الحديث قال نقطتين هي السبب اللي بقتله باغتياله بهذا الشكل الوحشي. قال انه الفساد هذول الفاسدين ساقطع رؤوسهم وملفاتهم عندي، ومعروف مين هن الفاسدين كانوا جنرالات. فتم اغتياله. وايضا قال انه انا اتفقت مع الملك الحسن الثاني انه نحل مشكله الصحراء اللي هي مشكله داميه ومزمنه بين المغرب والجزائر. وبكل اسف بعد منها بعده اطلق عليه ضابط في الجيش النار وقتله، مع انه يعني من اشرف وانظف الزعماء اللي عرفتهم واللي عرفتهم الجزائر. من خلال طبعا يعني هذه بروفايلز ممكن نقراها، لكن انا يهمني علاقتك الشخصيه فيهم، ماذا سمعت منهم،
أنا أعرف أنه مبارك أبلغك بشكل شخصي أنه لن يعين نائب الرئيس. صحيح، يعني أنا كل ما كنت أقابله كنت عملت معه عدة مقابلات، كل عام كنت، وأول ما استلم الحكم أنا كنت بعد بشهر كنت عندي مقابلة معه بعد اغتيال الرئيس السادات. فكنت أسأله متى كان القضية الرئيسية، متى ستعين نائب الرئيس، يعني يتجاهل الموضوع. في مرة إحدى المرات قال لي لم أجد الشخص المناسب في مصر ليكون بهذا المنصب. وبعدين وزير الإعلام وقتها قال لي إنه عملت لنا مشكلة، لأنه المشير أبو غزالة كان وزير الدفاع وكان مرشح يكون هو نائب الرئيس، اعتكف بالبيت وهذا. قلت له أنا شو إلي على رئيسكم قال هيك، أنا ما لي. آخر مرة سألته فيها متى ستعين، قال لي مش عينه، يعني مش عينه ولم يعينه ولم يعينه حتى بالأخير. الرئيس نوميري رئيس السودان أيضا قابلته، كان ضابط وعمل انقلاب وحكم فترة. عندما بدأت ثورة رجب اتصلت فيه بالولايات المتحدة، كان هو في علاج وكان بده يرجع السودان. قلت له في هيك، قال لي ما حدا بشيلني. فبعد بيومين ثلاثة إذا بيفوت يدخل على السودان رفضوا إدخاله، فحطيت منشيت أنا في الشرق الأوسط شالوه. فما يعني حتى عندما تتكلم أنت عن واقع معين لا يستمعوا إليك إلا ما يستمعوا، يعني إما منافقين أو الأشخاص. وكما ذكرت بقاؤهم هذه الفترة الطويلة هي في شخصيات أخرى في الـ في الـ في السودان التقيت فيها، شخصيات أساسية في المشهد السياسي السوداني تقريبا جميع، يعني الصادق المهدي رئيس وزراء السابق، محمد عثمان المرغني وأحمد المرغني الرئيس السابق، وطبعا الشيخ حسن ترابي أجريت معه لقاءات، ويعني ما في شك إنسان داهية هو. لكن الزعامات السودانية بكل أسف لما بتقابلهم بتشوف إنه يعني مناحرات مثل مناحرات الأطفال. يعني أنا صحفي لما بروح عند إكس بيحكي لي عن آخر والتاني بيحكي، ومع إنه يعني في تقارب تقريبا في الوضع السوداني. بالنسبة لحسن ترابي كان دائما بكل أسف، يعني في مرة قال لي إنه ستحسم الأمور بانقلاب عسكري قبل بأشهر، وبالفعل حصل الانقلاب تبع ثورة الإنقاذ اليوم. هو كان جزء أساسي من كان جزء ثم أخرجوهم منهم. لكن السودان بكل أسف كان مشهور السوداني يفتح يناموا بيته مفتوح ويناموا برا حتى بالحوش. اليوم أين صار السودان؟ قسم إلى أقسام. موضوع جنوب السودان يا ما بحثنا وحكينا مطولا معهم، وكان معروف انه يعني ممكن حلوا بطريقه غير هالطريقه. قسم السودان، يعني نحن نقول هناك دائما مؤامرات دوليه، نعم في مؤامرات دوليه، لكن نحن شو عملنا؟ لكن العلي الداخلي. اريد ان اعيدك الى الخليج ايضا. انت عرفت الامير البحريني الاب والابن الملك، وعرفت ايضا الامير القطري سلمان الاب والابن. هل تشعر أنه في استمرارية في الحكم في كل مناطق الخليج، ولكن أيضا من خلال الأمثلة التي يعني؟ طبعا أنا موضوع الحكم بالإمارات هذا بيعود لي للشعب وأنه بيقرر إذا كان، لكن أنا بقول الشغلة أنه في الخليج مختلف عن بقية الدول العربية. يعني في موضوع قطر مثلا، أنا الشيخ خليفة كنت بعرفه جيدا يعني شخصيا، لكن عندما وقع الحركة التي قام بها الشيخ حمد ضد والده ذهبت وأجريت مقابلة معه للتلفزيون للإم بي سي، وفوجئت أنه اللي تحته شطبوا كل الأسئلة المهمة وخاصة ما يتعلق بالحركة. فأنا قلت أنه ما بعمل الحديث خلاص بدي أمشي. فاستدعاني الأمير قال لي ليش زعلان؟ قلت له أبدا، هيك أنت بدك أول مقابلة تكون يعني ما إلها أي قيمة. فقال لي شو الموضوع؟ قلت له هيك هيك هيك، وأنا مستعد أعمل بلش بالسؤال، والسؤال إيجابي لإلك إنه صور والدك بعدها مستمرة في كل الدوائر ولم يعني وبقي على احترامه. فهو ضحك وعرف إنه، وقال لي طيب تفضل، وسألت الأسئلة هذه. بس بقطر يعني كان ربما الشيخ خليفة كان مغلق وكان في قضايا دولية تتعلق بالوضع الأمن المنطقة وكلها، كان هو
يمكن يكون متحفز جدا في مواضيع العلاقة. عندما قابلت الأب كنت تشعر أن هناك مشكلة؟ أكيد، كانت قطر مغلقة وكان هو في قضايا أمنية معينة، في قضايا مع العلاقة مع الولايات المتحدة، كان يرفض، كان يعني عنده مشاعر عربية ربما بالنسبة لقطر الصغيرة في وضع خطر يعني. بينما الشيخ حمد جاء وانفتح داخليا وخارجيا. بالنسبة للبحرين الشيخ عيسى رجل طيب، كان هو أب للبحرينيين يعني، كان يتعامل معهم ويعرف يمكن أسماءهم واحد واحد، في له ذاكرة عجيبة يعني. لكن بالنسبة للملك حمد ما أجريت معه مقابلة الحقيقة، لكن الوضع مختلف طبعا. أنا بعتقد الملك حاكم، الأب كان أب. إذن أسألك عن لقاءاتك بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، هناك قصص مع عرفات. وما في شك أبو عمار، ما في شك بعرفه من بيروت، من أيام ما كان في قيادة الثورة الفلسطينية في بيروت. لكن الأحاديث كانت استمرار في إما في تونس أو في الجزائر أو في، طبعا ياسر عرفات يختلف كل عربي عن عربي آخر في النظرة، وفي ناس تهاجمه، في ناس تخونه، في ناس تعتبره بطل قومي. أنا بعتبره أنه بطل فلسطيني ياسر عرفات، لأنه كان عنده قضية حاملها. هو مرة بيقول لي أنا بلعب على الحبال، قال لي كل 20 نظام عربي 21 نظام عربي أنا مش بدي نط على الحبال أعمل كراكوز ولا أعمل لي يعني هذه لحتى أقدر وازن بيناتهم، لأنه كل واحد بكره الثاني وكل واحد فمضطر. تاني شيء بضطر أكذب. في مرة قلت له يا أبو عمار، كان في حديث فبيقول شيء، قلت له بس كتير يعني هيدي هلا قبل القمة العربية تقول هالكلام، فقال لي ما كلهم بيكذبوا يعني. كان عنده، وكان تقريبا ممثل طبعا، طبعا قبلات وما القبلات، كان عنده علاقة خاصة مع صحفيين. ايه طبعا كان يموت يعني، كان الصحافة عنده شيء بالإعلام، كان هاوي إعلام، عنده شهوة للإعلام. في مرة أحد مساعدينه منع أي شخص صحفي يقابله، ففوجئ أنه ما حدا بيجي لعنده إلا بده، كان أنه على أساس رؤساء التحرير أو أجانب أو شيء. فسأل هو، قالوا له أنه هيك، فأقالوا للمساعد هذا وقال له افتحوا المجال أي هذا. أنا كان ايضا في، انا حضرت مجلس وطني الفلسطيني بالجزائر بعد الخروج من لبنان، كان في مطلوب من المنظمة توافق على مبادره الملك فهد الاولى، مبادره فاس، اسم مشروع فاس العربي الاول، وكان في ايضا موضوع مبادره ريغان، وكان في معارضه شديده له. في المجلس الوطني هجوم شنيع، وكان في يعني خاصه الله يرحمه الدكتور جورج حبش زعيم الجبهه الشعبيه القياده العامه، فألقى كلمة هاجموا فيها هجوم شنيع ورفض كل يعني سياسة المنظمة من أساسها، ولكن بالأخير قال له كلمة، قال له كلمة شهيرة، قال له يا أبو عمار ويلي منك وويلي عليك. طبعا في آخر جلسة لما بدأ القرار كان الاتجاه أن لا يوافق على أي شيء اقترحه أبو عمار، فأبو عمار فجأة مثل ما بيقولوا غطى قلبه يعني، غاب عن الوعي ووقع بالأرض وبدأ البكاء والنحيب والبكي، انه موتوا لابو عمار، قتلتوا لابو عمار، ما هيدي ابو عمار ابو عمار، فاستدر عطف الناس، فاستدر بعد دقيقه قام ابو عمار ووزد تسبيق اكثر من ربع ساعه، وكلهم راحوا يبوسوا ايوه انه واتفق على وافقوا على كل ما تقدم به ابو عمار. اريد ان اكثر بخلال تجوالك في كل هذه الشخصيات، اولا كان هناك رموز، كيف كنت تفهم السياسي من خلال كل هذه الشخصيات؟ هل هناك باسورد، كلمات سر تفهمها في الخليج هي مختلفة عن ما هو موجود في المغرب العربي أو بعلاقتك مع عرفات؟ هل الأمر بهذه البساطة عندما تلتقي بالشيخ زايد أو بالرئيس عرفات، أو بهذه البساطة تفهم السياسي، أم أن الواجهة لم تكن تعبر عن حقيقة ما يجري في الخلف؟ يعني الواجهة أكيد تخفي كثير من الأمور في الداخل وفي الخارج، والعواطف بكل أسف يعني ما كانت كثير جيدة بين الزعماء العرب يعني، كان في نوع من التناحر، وكان في خلافات أوقات تصل إلى مرحلة
أي لكن مثل ما قلت أنا كان في شعرة معاوية بالنهاية كان كلهم يلتقوا تحت سقف واحد، وخاصة أن المشاعر القومية كانت قوية جدا في فترة استقلال وفترة الاستعمار وقيام إسرائيل وبعد إسرائيل. فالحكام العرب كانوا كأفراد يعني كان بحس أنا فيهم يعني كثير من البساطة، وبنفس الوقت في عندهم هذا الرغبة بأنه يعني البروز، مثل معمر القذافي مثلا ملك ملوك أفريقيا وعميد العرب وعميد، والأخير انتهى نهاية موجعة. المشكلة كما ذكرت الفساد الذي استشرى، وثانيا هي عملية استمرارية الشخص الوجه نفسه كل هذه المدة، بينما في الديمقراطيات يعني لما يتغير الرئيس يأخذ معه كل عداواته. اليوم العداوات تبقى والخلافات تبقى إلى آخر المدى لأنه الشخص موجود، وحتى لو جاء ابنه أو جاء قريبه. يعني في القسم الثاني أستاذ عرفان نظام الدين سنبتعد عن أو سنحاول ابتعاد عن الموضوع السياسي والشخصيات السياسية، سندخل أكثر في شخصيات جدلية لها علاقة بالصحافة بالكتابة بالأدب بالفن وبالسينما إلى آخره. طبعا التقيت هذه الشخصيات، مهم جدا أن نسلط الضوء على لقائك وفي الوقت أو في الزمن وفي الموضوع بعد الفاصل. على ما استفهم في القسم الثاني ضيف هذا المساء الأستاذ عرفان نظام الدين الصحفي والكاتب السياسي، نحاول مقارنة الماضي والحاضر من خلال إعادة تذكر بعض الشخصيات التي قابلها الأستاذ عرفان نظام الدين. أريد أن أذكر بأنك يعني صحفي مخترق لدول، يعني بداية من بيروت انتهاء حاليا بلندن، ومرورا بمجموعة من المؤسسات الصحفية الأساسية، الحياة، الشرق الأوسط، الحياة طبعا القديمة والشرق الأوسط، الحياة الحديثة. التقيت بكامل مروي مؤسس الحياة، وممكن أن تكون بين مزدوجين عاصرت وكنت شاهد بشكل أو بآخر على عملية اغتياله، لو تخبرنا. يعني بس بالمقدمة كمان أيضا كما في السياسة في الأدب إحنا محظوظين أنه عشنا مع عمالقة وما نسميهم كنا المعلمين، لأنه كل أديب أو فنان أو كبير كان له كان هو مفتوح فاتح صدره وبيته للأجيال لتعلمها. كامل مروي كان معلم وكان ما هو بس صحفي، يعني كان مهني طبعا درجة أولى، يعني كل شيء بيده يكتبه، وهدول المكافحين العصاميين اللي بنوا من الصفر. كان له سياسة معينة هي بسموها السياسة اليمينية، أو كان يتهم أنه غربي، هذه اتهامات عفى عليها الزمن. لكن كان في عز دين الناصرية وعبد الناصر، كان هو أخذ الجانب اليميني في الأردن والسعودية، خاصة المملكة العربية السعودية مع الملك فيصل في شعار التضامن الإسلامي اللي هو وقف في وجه القومية العربية. لماذا؟ لماذا اختار؟ خلفية هذا الموقف آمن فيه. هو كان أولا صحفي هو سياسي، وأنا بقول الصحفي لما يكون سياسي ربما يتعرض لمخاطر. الصحفي كان هو مهني لكن كان له موقف سياسي، يعني كان هو جبهة في السياسة العربية، كان يمثل التيار اللي بيسميه كان محافظ أو بيسميه رجعي أو ما بعرف شو بيسموه، بس كان أنا برأيي تيار عروبي آخر يعني، لكن أخذ شعار التضامن الإسلامي. وكامل مروي كان في مكتبه، طبعا قصة طويلة تحتاج ربما لفيلم وثائقي، لكن أنه تم تدبير مؤامرة لقتله، وتم تعيين موظف استعلامات ليراقب، ثم أتى بالقاتل ودبر عملية أنه يكون في الوقت الساعة 9 تماما كان الكامل مروي يمتنع عن الاستقبال أحد ويكتب مقالته الافتتاحية. فجاء القاتل ودخل عليه وباسم انه معه رساله من يوسف بيدس رئيس بنك انترا السابق، واطلق عليه رصاص. كان من روي قوي البنيه، والله يعني عادي انه دفشه وزت منفذه كبيره على الازاز كسره. فنحن سمعنا كنا بالتحرير لما ركضنا للمكتب اللي قالنا، كان طالع هو اسمه عدنان سلطاني القاتل، وقال انه من تحت الدائره. فاحنا لما رحنا تحت الحراس قالوا من فوق، فدخلنا لقينا كامل مروي كان متستلقي وكان معي
زميلنا أخونا جهاد الخازن والأخ محمد ملاح كان في نفس بعد أن طلع فينا كأنه يقول لنا لا تتركوا دمي يذهب أبدا. هذه العملية الاغتيال الوحيدة بلبنان اللي ضبطت لأنه ركضوا وراء للسلطانة وكمشوا. تم محاكمته وسجنه. تم محاكمته لكن تبين بالتحقيق إنه المخابرات المصرية أرسلت يعني محرضين في كان وقت المتهم إبراهيم قليلات ولكن طلع من القضية وبقي السلطاني وكان في شريكه اللي هو اسمه محمود الأروادي هرب إلى مصر. فهي أول عملية يعني يعتقل فيها القاتل وتكشف الجريمة وأبعادها. كل الجرائم الثانية الاغتيالات بقيت سرا. في هذه الفترة بعد اغتيال كامل المروي هل الجسم الصحفي أصيب برعب أن الأمور قد تصل إلى هذا المجال؟ هل تداعى ذلك على الأداء الصحفي؟ أكيد لأنه لحق هذا الموضوع اغتيال نقيب الصحافة رياض طه لاحقا اغتيال سليم اللوزي لاحقا وكان قبله في المتني نسيب المتني يعني في طبعا الصحافة بعدين كان في يعني تفجيرات دائمة للصحف في اقتحامات للصحف لا الرعب أكيد موجود وحرب مخابرات كانت قوية بس هو أهمية كان مروي أنه كان جريدة الحياة الجريدة الأولى في العالم العربي وأيضا كان صحفي محترم جدا ومثقف وهو اللي علمنا يعني موضوع أنه الرأي حر والخبر مقدس ولكن كان في بالمقابل كان في الأستاذ غسان تويني الله يرحمه مدرسة أخرى من الصحافة أيضا دخل في السياسة وحاول يعمل وزير ونائب لكن لم يستطع أن يعني يجمع بين السياسة والصحافة. لماذا هناك زمن يعني حاليا من الصعب الاعتراف بأن هناك قامات كبرى في الصحافة، هناك صحفيين، لكن في تلك الفترة كان في قامة كامل المروي أو غسان تويني أو محمد حسين هيكل سعيد فريحة أو سعيد فريحة أو علي ومصطفى أمين، كان في قامات. هل هذا زمن تاريخ يفرض ذلك؟ كما ذكرت من حسن حظنا أنه عشت مع هذه العمالقة وأنا في منهم، شاءت الصدف أنه يشتغل معهم أو يشتغلوا معي لما كنت رئيس تحرير الشرق الأوسط مثل الأستاذ مصطفى أمين أستاذ كبير يعني وتعرف اعتقل في قضية تجسس لصالح أمريكا وهو أكد لي أنه هذا الكلام غير صحيح مع أنه يعني ثبت عليه وحبس يعني سجن وقال أنه هو كان صحيح كان يتصل بالأمريكان لكن كل شيء بتكليف من رئيس عبد الناصر وهو يتهم الأستاذ هيكل أنه هو الذي دس عليه. طبعا هيكل أستاذ هيكل سألته في الموضوع فطبعا بيقول لا في وثائق وفي أشياء دامغة بس مصطفى أمين أيضا كان أستاذ وكان يعني صحافة كامل مروي غسان تويني وعلي ومصطفى أمين عملوا نهضة في الصحافة وحولوها إلى صحافة حديثة في أخبار اليوم أو في الأهرام أو في الحياة أو في النهار لكن مثلا علي أمين ومصطفى أمين رغم أنه توائم بس بنفس الوقت علي أمين كان متعجرف وكان جاف وكان دائما ينتقد يعني في أي وقت يلاقيني اللي فيه خطأ بالجريدة اليوم بينما مصطفى أمين لا كان يقول لك الشيء نصف المليان من الكاس والله اليوم خبركم عظيم اليوم في مقال جيد وكان كاتب المختصر مفيدة للفكرة كانت من مدرسة في الصحافة وأيضا كان يعمل خير كثير يعني كان في عنده ليلة القدر ونفسي تذكر كنت مرة عنده وكنا طالعين على عشاء وإذ بلاقي أكثر من 200 شخص بيهجموا علينا فطبعا أنا افتكرت أنه في محاولة لاغتيال وبعدين اكتشفت أنه إجا سكرتيره وقفهم بالصف وعطوهم مغلفات مشان موضوع في ناس أصحاب حاجة كان يجمع هو ويوزع عليهم فكان يقوم بدور أيضا بالصحافة طبعا دور الإيجابي يعني وكل واحد منا قام بدور ما بعتقد حدا يعني بيحتاج أو حدا يعني كان ممكن يعني التضامن الاجتماعي أبرز الأسماء التي اشتهرت وما زالت حتى الآن بارزة واستثنائية هو محمد حسنين هيكل. لماذا هذا الاسم؟ محمد حسنين هيكل ما في شك أنه صحفي من الطراز الأول وقلم كبير وله دور لعب دور في أحد في أهم عصر من عصور العرب والصراعات العربية والصراعات العربية الدولية هي بعهد عبد الناصر وهو كان كاتب خطابات عبد الناصر وكان يعني الناطق باسمه وكل وثائق العهد الناصري موجودة معه وأيضا هيكل له أهمية أنه استطاع أن يدخل عملية الأرشفة
في بداية عملية جمع المعلومات، ثم في بداية أول من أدخل كمبيوترات في مكاتبه، كان أي كلمة تكتب أو أي شيء يقال عنك أو عن أي إنسان آخر موجود عنده ممرمج. في إحدى المرات خلاني أزور المكتبة وكيف يجمعوا كل شيء، وفي أي لحظة لكبسة زر يسأل عن موضوع الفلاني يكون عنده ملفات كاملة. فإله أهمية، وطبعاً الأهرام يعني صار لها قوة كبيرة، وكان له مقال بصراحة كان مقال مهم. وأهميته علاقته بالرئيس عبد الناصر، علاقته عبد الناصر. من خلال عبد الناصر صار عنده علاقات دولية بالصحافة الأجنبية، لأنه كلهم بدهم يسمعوا منه كان يصادقهم، وشخصية محببة. لكن كان في صحفيين آخرين في نفس الفترة وقريبين من عبد الناصر، لماذا تميز هذا الرجل؟ كان في إحسان عبد القدوس وهو أيضا اشتغلت أنا وياه، وإحسان رجل رغم أنه جريء في كتاباته في الجنس أو المرأة أو الأفلام أو شيء، لكن كان متواضع وشخصيته مختلفة عن هيك. إحسان عبد القدوس كان خجول. إحسان عبد القدوس كان اشتهر في الأدب في الرواية. كان برض أيضا كان مستشار وكان يكتب وكان قريب من عبد الناصر. مصطفى أمين كان قريب جدا من عبد الناصر، لكن أزيحوا كلهم، بقي هيك اللي هو الرمز وهو الشيء. وهذا سؤالي، لماذا هذه قامات في الصحافي؟ طبعا محمد حسين هيك كتب في الصحافي وبقي في الصحافي وكتب كتب صحفية. محمد حسين هيكل ذهب من الصحافة انتقل إلى الرواية، طبعا علي ومصطفى أمين بقوا في الصحافة، لكن لماذا هيكل تميز؟ هل تم اعتماده رسميا من قبل النظام الناصري بأنه ناطق رسمي يمثل وجهة نظر الإيديولوجية والسياسية؟ أكيد هو، لأنه كان يعني كثير من الأمور كان هو يكتبها وهو يجمعها لعبد الناصر ويقدم له المعلومات حسب. وأيضا له قلم وله قدرة على الكلام والإقناع. وأيضا كما قلت يعني كان يجمع المعلومات، والزعيم عندما تقدم له المعلومة أو تكتب له الكلمة الحلوة في خطاباته، يعني حتى كتاب التنحي بعد هزيمة حزيران يونيو محمد حسين كتبها. أيضا في أحد الأشخاص اللي أحمد بهاء الدين كان من أهم الصحفيين العرب الله يرحمه، يعني أنا أفخر بأنه عرفته وتعاملت أنا وياه. أحمد بهاء الدين كان يكتب خطابات السادات وكان قريب منه، هو كان أنيس منصور أيضا قريب منه، وأنيس كاتب مهم، لكن أحمد بهاء الدين كان قلم من أهم الأقلام العربية ونظيف جدا. وفي أحد مرات جاء لي يبلغني عن موضوع عائلي، موضوع شخصي. لكن في مدرسة في مصر أنه هناك أحمد بهاء الدين السادات محمد حسين هناك مصر؟ إيه في مدرسة. لا نعرفها في بلدان أخرى؟ إيه، علاقة الصحفيين بالحكام في مصر أقوى من أي علاقة بأي دولة عربية تانية من عهد الخديوي. كان دائما الأدباء والصحفيين كانوا مقربين، كانوا هن في مجالس الملوك والرؤساء دائما. وأعتقد أصبح تراث في مصر، لأن زملائنا الصحفيين المصريين نشعر أنهم يمتلكون نفوذا فقط لأنهم صحفيين، يعني مهنة في مصر بين مزدوجين لها قدسية. بس طبعا معين. ما فينا يعني نستطيع أن نقارن بين العمالقة وبين يعني مثل عمالقة الأدب كمان، أيضا مثل عمالقة الأدب اللي يعني مثلا بهاء الدين. أنا بذكر أنه في مرة جاءني بقضية شخصية وكان وضع ضيق يعني، فقلت له أنا بحل لك إياها، اكتب لي مذكراتك مع السادات. في الأول رفض، بعدين قال لي خلاص، وكتب حكايتي مع السادات. وبالفعل من أهم الكتب عن أنور السادات اللي يصفه تماما هو أحمد بهاء الدين. أريد أن يعني نتكلم بشكل مختصر عن علاقة خاصة بينك وبين نزار قباني، شاعر كبير. نعم. من سوريا، حضرتك من سوريا، جامعتكم لندن أيضا. نعم. ففي تجربة خاصة بينكم. نزار شخص رائع بكل معنى الكلمة، وهو على عكس ما يصور بموضوع أيضا بالنسبة مثل إحسان عبد القدوس، ما هو كان شاعر حتى في أشعاره الوطنية من أهم أطفال الحجارة ولماذا لا تبكون على رشيل ولا تبكون على فاطمة، وأمور في كثير من يعني القدس، قصيدته عن القدس. ما في شك إنه الحسنين أستاذ نزار قباني كان أنا بالنسبة لي أخ وصديق، وطبعا بالإضافة للإعجاب بشعره، يعني هو شاعر العصر لحد اليوم نزار قباني أهم شاعر
الصداقة بنيت إلى يعني، وكان أيضا أحضر كل لقاءاته يعني، عندما مصالحة تاريخية بينه وبين دكتور غازي القصيبي كنت أنا تالتهم يعني موجود. مصالحة تاريخية، خلاف تاريخي، لماذا؟ نعم خلاف، لأنه كتب نزار قباني مقال في الحياة اسمه نحن السريلانكيين موقعين أدناه، بيحكي عن حال الأمة ينعيها أنه صرنا زي مثل السريلانكيين، فكتب مقال رد عليه انتقدوا لنزار وقال لا السريلانكيين حضارة والسريلانكيين كذا، فنزار زعل بيقول انه ليش يرد علي، كان ممكن يتصل فيي او يصلح لي او حتى هيني، بس انه فصار في جفاء بيناتهم الى ان مرض نزار. فغازي كان يبعث له كل يوم بوكيت ورد ابيض وقال لي بدي زوره، وسألته لنزار قلت له هل تستقبله لغازي حابب يزورك، قال لي ما بحب يشوفني ضعيف بجامعة ومريض، مبروع على البيت. بالفعل لما راح على البيت لبس بكامل اناقته في العصا وفي كل شيء واستقبله بعز يعني، ودار حديث يا ريت كان بيقدر انه سجله يعني الشعر والادب والكثير من الامور، كان بالفعل جلسه رائعه. وعندما خرجنا نظر في عيني الدكتور غازي الله يرحمه وقال له يمكن هيدي اخر مره حتشوفني فيها، فشفت اول مره رجل صلب غازي القصيبي دمعه بعينه. فنزار كان انسان كبير وكان صداقاته واسعه، وطبعا حورب كثيرا، وانا قدرت يعني بتدريب ترتيب خاص انه ينعمل معه حديث خاص في مقابله في الام بي سي، وعملت ضجه كبيره لانه طبعا له مواقف من الخليج ومن السعوديه وكذا. فرتبنا 6 أشهر تقريبا لعملية المقابلة اللي تأجرتها زميلة كوثر بشراوي. وكنت حضرتك مشرف على نعم بالام بي سي، وبدون اعلان بدون شيء نزلت مقابلة، فعملت ضجة كبيرة، وكان كان هو يعني منتشي فيها، وبالفعل ربما يمكن فتحت آفاق يعني انهت الحساسيات اللي كانت موجودة. من غنى لنزار من الكبار؟ طبعا عبد الحليم قارئة الفنجان، وقارئة الفنجان ورسالة من تحت الماء، ويظنوا نجاة الصغيرة، وغناها عبد الحليم أيضا، وغناها عبد الوهاب بصوته. كان هو معجب بعبد الحليم، بيقول إنه توأم روحي بحساسيته بفهمه لمعنى الكلمة. أيضا أصالة غنت له اغضب كما تشاء، لكن هو كان معجب بيظنوا بعبد الحليم. كاظم صاهر غنى له زيدين عشقا، وبعد ذلك انا سالتك حتى يعني ننتقل الى الكلام عن عبد الوهاب وعن فريد الاطرش وعن ام كلثوم وفات الحمام وعبد الحليم، كل هذه القامات اضافه الى سعاد حسني اللي عرفتها ايضا، عرفتها في لندن وعرفتها في القاهره. فات الحمام هل هذا زمن؟ هذا زمن ينتج، هذا زمن الجميل اللي بكل اسف ما عاد يتكرر، ورحنا عشناه. ام كلثوم انا حضرت حفله لها، كنت صغير وعشقتها من ذلك الوقت، سيده عظيمه. كان كما ذكرت في السياسه وبالادب كان في عمالقه، وكانوا يعني الثقافه اولا لهم صداقات ايضا صحفيين وادباء، كل مطرب وكل ملحن كان له جو الخاص من الثقافه والعلم. يعني ام كلثوم جاءت من قريه واعطوها اول شيء القران الكريم تجويد والقراءه، ثم التفسير، ثم عملية الأدب والشعر، فصارت يعني بليغة في اللغة العربية. اللي بدي أقوله أنه عشنا نحن في زمن الطرب الأصيل، الفن الأصيل، وهلأ اليوم بيقولوا لك الفن الهابط اللي جاري، بيقول لك جمهور، لا ما الجمهور عاوز. أنا لأجل الصدف جئت من بيروت قبل أن أتي إلى لندن، من بيروت حضرت أمسية طربية للمطربة الأصالة سمر كموج في مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية الشرق عربية، 60 عازف وعازفة، المسرح ممتلئ وفي اكثر من 200 او 300 شخص في الخارج ينتظرون، وكانت امسيه طربيه لانه الناس بتحب الطرب، بتحب تحن للماضي. فيروز ايضا غنت لنزار، ام كلثوم غنت له، اصبح عندي الان بندقيه، وكان مفروض غنت اغنيه لنزار قباني وهي لحن رياض الصنباطي لما مات عبد الناصر، رسالة إلى الرئيس، وبكل أسف منعت من لا أحد يسمعها، يمكن قلائل الذين يعرفون هذه. أنا عندي موجود يعني بالفعل أغنية
أريد أن ننتقل سريعاً إلى بعض الشخصيات الأخرى التي قابلتها، أهم التي قابلتها، أم كلثوم، عبد الحليم، أو يعني أنا ما عملت معهم مقابلات صحفية، لكن ظروف عملي وصداقات خاصة استطعت أن أكون قريب من، أو عندما تحين الفرص إما نلتقي في عشاء أو في مناسبة أو في شيء. لكن لا شك إنه عبد الوهاب قمة في الأدب والذوق والفهم والثقافة الموسيقية. فريد الأطرش طبعا أمير في تصرفاته، في أخلاقه، في ألحانه، وفي علاقاته الاجتماعية. يعني مجلس فريد الأطرش أو مجلس عبد الوهاب كانت تلاقي فيه قمم من العالم العربي، من مصر وغير مصر. بعدين أي إنسان يدخل بابه، أنا بذكر أنه محمد عبد الوهاب أرسل لي مع أستاذ أحمد بهاء الدين أغنية من غير ليه، قبل شريط، قبل أن تذاع، وزع على 10 أو 20 كاتب وأديب كان يستشيركم ويطلب رأي، مجرد رأي، لا أستطيع أن أعطي استشارة بعبد الوهاب، لكن شوف قديش حريصين. فقال لي بس، قلت له أنا شو لأحمد بهاء الدين، قلت له أنا ما بالفن بعدين أعطيته للمطرب الجالي إبراهيم عزام، فدندن على العود وهيدي، واتصلنا بعبد الوهاب، فقال لي لحقت توزعها؟ قلت له لا، بس اسمع هلا وسمعه. قال له بسمح لك انه تصور تواضعه، اين عبد الوهاب واين، بسمح لك تغنيها بهيدي، ما عندي مانع. اريد ان اعرف منك استاذ عرفان رمز الدين، من قتل سعاد حسني؟ انا لا استطيع ان اقول من قتل سعاد حسني، انا استطيع ان اقول انه انا يعني اعرف انه كانت في لها علاقه بالمخابرات المصريه، وعندي في وثائق في هذا الموضوع، ليس سرا يعني الموضوع. انا بالصدفه كنت في مقهى قريب من بيتي، وهي كانت تسكن على بعد 100 متر او 200 متر من بيتي في لندن، فالتفت لوجدتها، يعني قلت هذه تشبه سعاد حسني، طلعت فيها فقالت لي ايوه انا. وجلسنا مع بعض، تكلمنا، فكلمتني عن مذكراتها. فقلت لها أنا مستعد إنه أنتج مذكراتك إذا بتعطيني إياها، وطلبي السمن أنت يعني فيه. فقال أفكر، بس قالت لي كلمة، قالت لي أنا حفضحهم كلهم، أنت حتكون عندك الجرأة تضعها. قلت لها مين هي؟ أنا بدي أقول قبل ما أقول ليش، بدي أقول هل من المعقول إنه سيدة تذهب لتنزل وزنها 10-15 كيلو، تروح على مصحة 10 أيام 15 يوم، هل تصبغ شعرها لأنه كان في شيب، هل بتروح بتصلح أسنانها وبتزبطهم، هذه بتكون بدها تنتحر؟ ثانيا عندما ذهبت أنا إلى بيروت، وجاءني زميل ناقد سينمائي وله علاقات كثيرة بالفنانين، وقال لي انه بدي انتج وبتنتج بتشاركني ومنع. قلت له لا، انا في عندي شيء واحد، سؤال حسني اذا بتروح بتحكي معه بتنهي الموضوع. راح اتصل فيه من لندن، قال لي وافقت، بس بدك تسالك على شغلتين، موضوع المادي وموضوع اذا هي حتظهر في المذكرات وتتكلم ولا غيرها، لانه كله له يعني طريقه. قلت له خلص، احنا حنجي في اليوم الفلاني، انا حاجي على لندن ونجتمع فيها. قبل باسبوع من موعد اللقاء انا جالس بشوف الاخبار بيقولوا انتحرت او زت. جاءني الفنان سمير صبري وعمل حلقات، 7 حلقات، من بيناتها حلقتين انا ظهرت فيها، سالني نفس السؤال. قلت له بصراحه، كيف واحده بتبيع مذكراتها بدها تعرف الفلوس؟ وبعدين ثانيا في ناس سمعوا اصوات رجال، في ناس شكوا بامور معينه لم يستجبوا، وبعدين كيف شحن جثتها بدون كل هذا التحقيق؟ قلت له لو كان فنان بريطانيا بوزن، أنا لا أتدخل بالقضاء ولا أتحدث عن القضاء البريطاني، أحترمه، لكن لو كان فنان بريطاني أو أمريكي أو شيء وصار معه الحادث كله، كان مرت بسلامه. هيدي من أهم الفنانات، هي كانت ما في شك من أجمل الفنانات، سندريلا الشاشة بمختصر. على كل حال، لأنه تداركنا الوقت، أنا يعني أنهي البرنامج بصورة أخيرة تجمعك مع الأديب السوداني الروائي الطيب الصالح. طيب صالح، بشكل سريع. طيب صالح أنا برأيي قمة الأدب، يعني ليس هو بس فقط هجرة إلى الشمال، يعني ليس فقط كتاب واحد، هو أولا في الأدب والأخلاق وفي حفظه للشعر، وأيضا في كإعلامي في بي بي سي كان من أهم
من أهم الذين عملوا في هيئة الإذاعة البريطانية قسم العربي، وعلى خلق ما في شك أنه يعني كرموا السوداني يمكن عطوه وسام، بس أنا برأيي عربيا مع أنه كان عروبي جدا وهو يعني لم يكرم عربيا ولا يمسكر إلا قليلا، لكن من أهم الأشخاص الذين على كل حال هذه دعوة مفتوحة لإعادة تكريم كل هؤلاء الأسماء والقامات اللي تتكلمنا عليها والتي أغفلناها بدون قصد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عرفان نظام الدين، أشكر لكم حسن الانتباه، إلى اللقاء. بارك الله فيك.